زوار موقعنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم كنتواجدوا أمام المحكمة الزجرية عين سبع بخصوص المحاكمة ديال محمد بن نيس الملقب ببوشكارة، ولكن بغينا نبداو معكم بواحد الملف ديال واحد السيد الآن راه هو معنا من مدينة القنيطرة، عنده مشكل ديال طفل مشى ليه وسط مستشفى مؤخرا بمستشفى الهاروشي بمدينة الدار البيضاء، تمت سرقة الطفل، نضت واحد الضجة كبيرة حتى رجع داك الطفل. الآن كنلقاو نفس المشكل، هاد السيدة هي ولدت توأمان واختفى التوأم في ظروف غامضة، وهاد السيد نشرات ليه جريدة المساء في العدد ديالها 3260 يوم الثلاثاء 11/4/2017 هاد المقال. ها هو فضيحة، سيدة تدخل إلى المستشفى حاملة بتوأم ليختفي أحدهما بعد الولادة. هنا غنشوفوا هذا السيد كيفاش يعني تم الاختطاف ديال هذا الابن ديالو، رغم أنهم تأكدوا الطبيب قال ليه وعنده ما يثبت في الأوراق أنه عنده جليدة. تفضل سيدي. نعم سيدي، أنا مرتي كانت حاملة في توأم، متبع عند الدكتور اختصاصي، دوزت عنده شي ثلاثة أو أربعة ديال الخطرات. الاخر قبل الرابعة قال لي راه عندك توأمان، عطاني خرج لي الدواء، مشيت بقيت كنداوي. الاخر جا الحريق، رجعنا عنده خرج لي نفس الدواء، قال لي هات يا بنتي حافظي على راه عندك جوج توأمان حافظي عليهم. قال لي زيرها، قلت له راه كتهبط في الدروج. قال لي لا ما تخليهاش تطلع وتهبط في الدروج، قال لي خاصها تنعس. من بعد مشينا، هذه اخر تدويزه هي في نهار 27/2/2018، هذه اخر تدويزه. من بعد من جاء الحريق ديال الولاده جاء نهار 19/3/2018. هذه الورقه ديال الدكتور اختصاصي. هنا قال لك عندك جوج توام، هذه مكتوبه ياك؟ هي مكتوبه. مكتبه الطب راه ما كنفهموش. دكتور محمد العمراني اختصاصي في امراض النساء والتوليد، طبيب سابق بمستشفى الولاده بميلوز، يعني قال لك في هذه الورقه كيصرح ان عندك جوج توام. عندي جوج توام. هذا الورقه مش خدت السبيطار. الورقه ديال الولاده نهار 19/3، يعني الله بقى لها جوج سيمانات غادا تولد، يعني هاد الولاد راهم كبار باينين عبر التلفاز. يعني الاخ الكريم سميت المراه ديالك؟ سميت المراه ديالك زكروم حسمه، هي مراتي. السكن ديالك؟ عطي الناس السكن ديالي. مزارة القنيطرة هي اللي كاينه. رقم وهذه الورقه ديال السبيطار؟ هذه ديال الخروج ديال السبيطار. هذه خروج ديال السبيطار. هذه الورقه ديال الخروج ديال السبيطار. هذه الورقه ديال الخروج ديال السبيطار. نعم سيدي. قالوا لك عندك ولد واحد تفاجاتي. عطاوني ولد واحد تفاجات. من بعد بقيت كنخمم، مشيت عند الوكيل الملك. الوكيل الملك الثاني صيفطني لعند المدير الكبير ديال السبيطار الغلط، مشيت عند المدير ديال الكبير ديال وريته هذيك الورقه. فين ورثوا هذيك الورقه ثاني بقى كيقلب فيها، قال لي انا غادي ندقوا في هذا الشيء. رجعت لعند وكيل الملك باتوا الشكايه، دابا تعطلوا عليا راني حرت وعيت ما نطلع بالطاكسيات، وانا عارف غير طلب معاشو عيت بالطاكسيات بسير واجي. هذه دابا طالعه في شهرين راني ما عارف من دي، ودابا كنطلب من الناس المسؤولين في وزاره الصحه وتنطلب من صاحب الجلاله باش يشوف من حالي والناس اللي هما محسنين باش يوقفوا معايا ويعاونوني في هذه القضيه هذه. واتصل بيا واحد السيد من واحد الجمعيه، قال لي انا رئيس حقوقي في الجمعيه سميتو سي جمال. من بعد حتى هو راه لقيته ضدي، قال لي اجي نرجعوا لعند هذا الدكتور الاختصاصي. سميت الجمعيه؟ ما بغينا سميت الجمعيه. قال لي اجي نرجعوا لعند هذا الاختصاصي نقلبوا، ما ربما يكون عندها غير كيس. وانا مرتي راه فايشه والده جوج سوام ودفنتهم بيديا في المغرب العربي، عندهم 4 شهور دفنتهم بيديا. ومن بعد دابا هاد السيد هذا بحال اللي ولا ضدي، وانا حاس مرتي عندها جوج توأم. ومن بعد قلت لهاد السيد هذا اللي هو
في الجمعيه الحقوقيه قلت له لا انا ما غنمشي لا عند الدكتور اختصاصي لا والو. انا ملي غيعيط عليا وكيل الملك ويديها لعند الدكتور شرعي هذيك واخا غادي نمشي. اما هذا السيد هذا راه ساليت منه عطاني الدليل ما بقاش غادي يجي من قال غيبدل لي شي حاجه ولا ينصبوا عليه ولا شي حاجه. ومن بعد نسيبتي انا خط المراه عيطوا لها حتى هي عارف شي خدامه كانت معها تما عيطت لها قالت لها اجي. مين مشات لعندها قالت لها اش غتقولي في هادشي؟ قالت لهم انا راه كنت داخل في القاعه ديال العمليات وعندها غير ولد. باي حق هاد نسيبتي هذا كتدخل القاعه ديال العمليات ممنوع منعا كليا. هنا راه كاين شي غموض وهادشي انا اللي باغي نفهم. بغيت نسولك دابا سؤال، هاد نسيبتك كدير الميناج؟ كانت كدير الميناج وما بقاش تما. ما بقاش تما. ما بقاش تما. صافي. خدامه دابا في فوزين الحوت الطريق مهديه. ما بقاش تما منعا كليا. وهاد السيده هادي انا جات شي لجنه دارت تقصي الحقائق عندكم من بعد هاد الحادثه؟ انا سمعت بانها جات شي لجنه ولكن اتصلت بيا غير اتصلت بها غير الخدامه اللي كانت معاها تيقول لها فاطمه. وقدمت شي شكايه لوكيل الملك؟ قدمت شكايه ديال الوكيل الملك ها هي عندكم ها هي كاينه. ها هي يشرفني ان اتقدم الى سيدك المقاوره بشكايتي هاته حيث ان زوجتي دخلت المستشفى يوم 19/3/2017 من اجل الوضع، مع العلم بان زوجتي كانت لديها توأم وعندما تمت الولاده فوجئنا بولد واحد. جو كاين شي جواب من هنايا من عند ما جاوبنيش. مشيت لعندو قال لي يا سيدي ما تبقاش تجي لعندي نتايا. علاش؟ وكان ولدو هو وكان المدينه القنيطره كلها تطوقات وكان ولدو ديك الساعات بان له. ولكن ما تبقاش تجي عندي. قال لي صافي ما تبقاش تجي لعندي. هذا الوكيل. هذا وكيل الملك. القنيطره ديال القنيطره المحكمه الابتدائيه. ولكن حيت ماشي ولدو انا حيت ضعيف وما عندي فين نمشي وفين نجي والله غالب دابا كنطلب الناس المعنيين بعض الامر باش يعاونوني. وهاد الوراق ها هو تابتين ديال الدكتور العمراني حتى هما راه كيمشيو لعندو دابا تيقولوا له قول غير كيف شوف الله. هاد الوراق غادي يبقاو عندنا اخي الكريم كاثبات. غادي يبقاو عندك اخويا. شكرا. هادو راه فوتوكوبي. الاخ الكريم كي كتحس دابا ملي الوليد مشى؟ انا دابا شي هذاك الولد اللي عندي دابا حتى هو انا وسط داري ودابا راه تخاف عليه حتى هو. انا وسط داري وليد دابا خي. اش كتحس براسك في هاد البلاد؟ كنحس اخويا بان هاد البلاد هادي الحمد لله بلد اسلامي وشوف شنو كيوقع فيها. واش اليهود ما عمرنا ما سمعنا بحال هاد القضايا هادي؟ خلال هاد القضايا هادي راه ما اش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اخر كلمه استاذي. اخر كلمه غادي نخلي النمره ديالي للناس اللي هما معنيين بالامر باش يتصلوا بيا عبر الهاتف 06-24-69-86-41 الرقم البطاقه الوطنيه جي بي 18330. اخوان الكرام كيف ما سمعتوا هذا انا كنطلب حقي. انا تولدت عريان وغنموت عريان وغندي معايا غير شبر فقير وغنموت فقير على بلادي وعلى ولادي. هادشي اللي كنطلب. كنطلب الناس المعنيين والمحسنين باش يوقفوا معايا والله غالب. اخوان الكرام مؤخرا سمعتوا بان سرقه الاطفال منتشره بالمستشفيات المغربيه وماشي غير بالمستشفيات المغربيه. ولا رجعتوا لمنبر الحياه المغربيه عندنا موضوع بخصوص سرقه الاطفال من المستشفيات. وسبق لينا في المنبر ديالنا تحدثنا على واحد العصابه كتدي الاطفال لبلجيكا والاسرائيل. رجعوا للمنبر عندنا غادي تشوفوا هذا الكلام. مؤخرا مستشفى الهاروشي في الدار البيضاء عرفات سرقه طفل يعني كتشبه لها الظروف هذه مشابه لها الظروف ديال هذه السيده هذه. ودابا كنسمعوا هذا الراجل بمدينه القنيطره كيقول لك بانه تسرق ليه طفل اثناء الولاده ديال الزوجه ديالو التوأم ديالها. دابا بغينا غير نفهموا واش حتى الاطفال الرضاع يعني ما يسلموش من الفساد في هذه البلاد؟ هذا السيد راه ما قالش شي كلمه ديال العيب، طالب بفتح التحقيق وولده يرجع ليه، خاص ولده يرجع ليه. الاخ الكريم كنشكرك على التصريحات ولا باقا شي كلمه من حقك الضيفه. انا تطلب من الله والمحسنين وجلاله الملك باش يوقف معايا. انا عندي ولدي خاصو كان ميت يبان كان حي خاصو يبان ليا. مرتك ولدت بالفتيح؟ ولدت بالفتيح اسيدي. وكانت بالعمليه وغابت ساعتين عاد فقت. داكشي علاش صافي.